إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، وخافوه في السر والعلن، يبدلكم الله في الدنيا بخير أمن ومؤتمن، وفي الآخرة بخير السكن. قال جل في علاه: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. عليك بتقوى الله في كل أمره، تجد ربه يوم الحساب المطول. ألا إن تقوى الله خير مربة وأفضل زاد الظاهر المترحل. عباد الله، ها قد انتهى شهر رمضان، شهر الصيام والقيام، بالأمس كان الختام، أمسنا كان آخر يوم من أيام رمضان، فلسنا نرى بعده ذاك الاجتماع، فلسنا نرى بعده ذلك الاجتماع في الصيام، وذلك التواعد على القيام، حيث صلاة تقام صلاة التراويح، وتضاء فيه المصابيح، ويظهر فيه ذكر الله والتسابيح. فمن أين لنا بشهر يفضل هذا الشهر بوجه رجيح؟ فمن أين لنا بشهر يفضل هذا الشهر بوجه رجيح أو يعدوه بفضل ومديح؟ ألا إنه شهر العتق والغنائم، الناس فيه بين صائم وقائم وذاكر لله تعالى وعلى الطاعة دائم. النفوس علتها النسمات، والأجواء تنغر فيها الرحمات، والقلوب امتلأت بالنفحات. فإلى أين يا شهر رمضان، يا شهر التوبة والغفران والرحمة والإيمان؟ أتراك تعود على الدنيا ونحن أحياء؟ فذلك غاية ما نرجوه من البقاء، أم أنك تعود على الدنيا وقد سبق في الكتاب المسطور أننا قد وسدنا في القبور؟ فتلك والله لمصيبة عظمى إن لم نكن فزنا بالمغفرة والرحمة. سؤال عباد الله، سؤال لا نجريده جوابا، وأفعال لا ندري هل أدركنا فيها صوابا. وإذ الأمر كذلك، فقلنا حزنا وصبابا
البكاء على الأطلال والدار، واذكر لمن بان من حل ومن جار، وذر الدموع نحيبا وابك من أسف على فراق ليال ذات أنوار، على ليال لشهر الصوم ما جعلت إلا لمحي آثام وأوزار، يا نائمي في البكا زدني به كلفا، واسمع غريب أحاديث وأخبار، ما كان أحسننا والشمل مجتمع، منا المصلي ومنا القانت القاري، وفي التراويح للراحات جامعة فيها المصابيح تزهو مثل أزهار، شهر به ليلة القدر التي شرفت حقا على كل شهر ذات أسرار، تنزل الروح والأملاك قاطبة بإذن رب غفور خالق باري، شهر به يعتق الله العصاة وقد أشفوا على جروف من حصة النار، لئن كنت يا شهر الصيام منورا لكل فؤاد مظلم وجلال، تعبد فيك المسلمون فأقبلوا على ذكر تسبيح ودرس قرآن، فيا أسفا حزنا عليك وحرقة تزيد على الأعوام كل أواني. عباد الله، كان فينا شهر رمضان ومن بيننا زمن الطاعة الفاضلة من صيام وقيام، ولهذا الشهر بما فيه من العبادات فضائل وفوائد عظام، وإذا جئت لتعدد ما فيه من الثمرات فأعددتها أيقنت أنه شهر رحمات، ومحل للإيمانيات، ومرتع يتغلب فيه على الشهوات والنزوات، ألفته شهر الراحة، شهر راحة النفس والسكينة والأمن والطمأنينة، وأيقنت عندها قول نبينا تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد مردة الجان، رمضان تستفيد منه راحة نفسية وصحة بدنية، وقبل هذا وذاك رجعة وأوبة دينية، توبة إلى الغفور وحمد لنعم الشكور، وإصلاح لما بيننا وبين ربنا من الصلة والجسور، فالمنقطع يصل والمواصل يزداد ولا يمل ولا يكل، الطائع من قبل يقوى أكثر في العمل، والمسوف من قبل يقطع التسويف وطول الأمل، رمضان مدرسة الصيام والقيام تعلمك الصبر والرضا بالقدر فيعظم لك الأجر، رمضان يأتيك فيه الأمر فتأتمر، والنهي فتنزجر، والتكليف فتقتدر وتصطبر، تحس بألم الجوع فتعرف نعمة الله عليك، ويدركك العطش فترى فضل الله عليك، في رمضان ترى نفسك أنك تستطيع الامتناع عن الأكل والشرب، فيمكنك صيام النافلة خلال السنة، وتستطيع الامتناع عن نكاح زوجتك، فيمكنك التعفف عن الحرام طيلة السنة، وتستطيع القيام قبيل الفجر للسحور، فيمكنك أداء صلاة الفجر سائر السنة، وتستطيع القيام لصلاة التراويح، فيمكنك قيام الليل سائر السنة، وتستطيع ختم القرآن في الشهر على الأقل مرة واحدة، فتستطيع ختم القرآن كل شهر طيلة السنة، كل هذا تفعله في رمضان، فكان هذا الشهر مدرسة تعلمك أنك تستطيع أن تفعل مثل هذه العبادات وذلك طيلة السنة ومدة عمرك، فهذا من فضل رمضان. إن
تقول بملء فيها إنك تستطيع. هذا بعض ما نستفيده من رمضان، وكل هذه الفوائد عباد الله تصب في ميزان تقوى الله جل وعلا. لذا قال ربنا في آخر آية الصيام: لعلكم تتقون. ولئن قلنا هذا في رمضان فكذلك الشهر في سائر العبادات. فلنحمد الله عباد الله على نعمة الإسلام أن جعلنا الله مسلمين، فهذا قول المؤمنين في جنات النعيم. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على أن وفقنا لأداء فريضة الصيام. والله أكبر، الله أكبر على ما هدانا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، ندعوك الهداية فتقبل دعاءنا واجعلنا من الراشدين. عباد الله، هذا تذكير برمضان وبيان فضل الله علينا فيه وما له علينا من الامتنان. ويحسن بنا ونحن نتذاكر منا أن نتواصى فيما بيننا كما جاء في صريح السنة: الدين النصيحة. فيا من وافيت رمضان وأنت بالطاعة من قبل متمسكا وبالدين متمسكا، اعلم أن هذا فضل الله عليك، وخيره نازل إليك، وتوفيقه قد صب عليك. فلا تغتر بحسن الأقوال والأفعال، فإن أمامك زمن الزرع فأحسن فيه واسأل الله ثباتا عليه. وأما من أدرك رمضان ومن قبل كان مسيئا فأقبل على ربه بالتوبة وأحدث من نفسه لربه الأوبة، فاعلم أن الله يقبل من عباده من تاب ويجزل له الأجر والثواب. وكلما أغلق على نفسه بابا من المعاصي الباب فتح الله عليه من الطاعات الأبواب. يا من ضمه رمضان إلى ركب المطيعين وحباه الله بالمطر فكنت من التائبين، يا من أدركته الهداية ونالته من الله في التوبة العناية، يا من راجعت نفسك في هذا الشهر فحاسبت نفسك على ما أسرفت من المعاصي وما التذت به من الملاهي، فكنت قبل رمضان كالله الساهي، ثم تداركت فبادرت إلى طاعة الله وصرت تتضرع إليه في ليالي رمضان تدعوه: يا إلهي يا إلهي. أيها الملتحق بالركب، اعلم أن هذا فضل من الله عليك، فدم على العهد ولا تخلف الوعد ولا ترد فضل الله عليك بعكسه، ولا تجازي بركته بضده، وكن خير من يقابل الشيء بشكره وحمده، فجزاء الإحسان الإحسان وليست الإساءة والعصيان. أما من كان في هذا الشهر غافلا وعن الطاعة عاقلا وللمنكرات هائلا وللفحش من القول قائلا، اعلم أن باب التوبة إلى ربك مفتوح على مصراعيه. ما حشرجت نفسك في صدرك ولم تبلغ الروح إلى حلقومك، فالبدار إلى التوبة إلى الله القائل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. عباد الله، إن مما ينبغي أن نتواصى به في
هذا الزمان، كيف نواجه خطط الأعداء الذين يحاولون إفساد الدين على الأمة بطرق مختلفة تغريبية تنتهي إلى زعزعة روح التدين في قلوب الناشئة والميل بهم إلى نظام العولمة والعلمنة. لقد حشد أعداء المسلمين لأبنائنا خططاً محكمة وسبلاً منسجمة في برامج تعليمية تسرب لهم بوسائل مكتوبة ومسموعات ومرئية، سواء في التلفزة بقنواتها العربية أو الغربية، أو في شبكات التواصل وبرامج الجوالات وغير ذلك. يثيرون الشبهات ويحيون النعرات والعصبيات ويسربون مناهج وضلالات بل حتى الكفريات، فيتشربها الناشئة شيئا فشيئا حتى تصير عندهم عقيدة راسخة ينافح ويدافع عنها ولا يتراجع عنها. فتداركوا الوضع عباد الله، وليكن للأولياء الدور الفعال في هذا الباب بدءا بأنفسهم، فيكونون قدوة لأولادهم وللناشئة قدوة في تمسكهم بدينهم وفي أقوالهم وتصرفاتهم ومعاملاتهم وفي التزاماتهم وفي وفائهم وولائهم لبلادهم ووطنهم وثوابتهم. ومن أعظم ثوابتهم وآكدها ما كان ينافع عنه الإمام عبد الحميد بن باديس، بل جمعية العلماء كلها في ذلك الشعار التي جاهدت جاهدة لترسيخه: الإسلام ديننا، والعربية لغتنا، والجزائر وطننا. عباد الله، اعلموا أن للأعداء مخططات ترمي بها للوصول إلى شبابنا وشاباتنا، فإذا أفسدت عقولهم ولوثت قلوبهم تنجست علينا المنابع وتكدرت فينا المعرفة، فيصير الكفر يعلن به بل وتنشر له المطابع. وليس بعيدا عنكم ذاك الذي يتعبن البلاد والذي اعتنق مذهب الإلحاد فخباه حينا ثم اجترأ وأعلنه على رؤوس الأشهاد، ولكون أيدي سوداء كانت تعمل في خفاء فرسخت في نفوس بعض التذكر للأصالة فتربت فيهم الأمالة. كانت هذه النفوس اللوثاء مؤيدة لدعوى الإلحاد في غباء، بل وخرجوا لتأييده والاحتفاء. أيا أولياء المسلمين، ربوا أولادكم على الأصول، عززوا فيهم ركن الدين وغذوهم باليقين، وامزجوا لبن رضاعهم بلغة القرآن المبين. وإذا فطمتموهم فافطموهم على حب هذا البلد الذي مدعلت فيه راية الدين، لم يتنكر لفاتحيه ولا لعقيدة التوحيد لله رب العالمين. فبعدا وبعدا لكل ملحد مارق، وسحقا لكل علماني منافق، إن مما يجب ترسيخه في أفئدة الناشئة ثبات على المبادئ وتحل بالقيم والأخلاق وتفان على حماية بلد أشربت أرضه بدماء حمراء حارة من أجل أن يخطب عليه في مثل هذا اليوم وفي غيره من الأيام بإذن الله جل وعلا. عباد الله، إن في أعناقنا تجاه أولادنا وناشئتنا مسؤولية عظيمة ومهمة جسيمة يجب أن نتفطن لها وأن نعمل لرعايتها
وإن مما يجب غرسه فيهم زيادة على ما سبق ذكره تقوية الشخصية في نفوسهم وإكبارها فيهم وإعظام نفوسهم وبعث روح المسؤولية فيهم وأن لهم تجاه دينهم ولغتهم ووطنهم واجبا ومسؤولية هي ملاقة بهم يجب أداؤها ويلزمهم الإحساس بروحها تتغلغل في أرواحهم يعيشون بها وفيها ولها طاعة لله رب العالمين. عباد الله، ليس من تعاليم ديننا الكراهية والبغضاء إلا بقدر الكفر ومعاداة الأعداء، فقد قال ربنا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فلا يظنن ظان أننا نربي أولادنا على الأحقاد ونهيج النفوس بالعصبيات والنارات، ليس كذلك أبدا، بل ديننا دين إسلام وسلام، ديننا دين سلام وإسلام وأمن وإيمان، ويكفيه أن اسمه دين الإسلام من السلام. ولقد كان أول ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام أيام دخل مدينة السلام أن دعا إلى السلام، حتى كان لدعوته أثر عظيم في قلب حضر وعالم من علماء اليهود، عبد الله بن سلام. أول ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة يحدث عبد الله عن نفسه قال: خرجت لأراه، فلما رأيت وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب. وكان أول ما قال: يا أيها الناس، أبشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس قيام، تدخل الجنة بسلام. فأسلم عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، لم يجد بدا من ذلك. وما الذي يملكه وقد صار قلبه السليم إذ رأى النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المعاملة العظيمة؟ لا والله لا يملك إلا أن يسلم ويذعن لله رب العالمين. وإن في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام الشواهد الكثيرة، فما الذي فعله بأهل مكة لما فتحها وتمكن منها وقد كان خرج منها مختفيا من كيد قريش وما هي إلا أعوام يسيرات، حتى دخلها عليه الصلاة والسلام على راحلته متطئا رأسه متواضعا فاتحا لها، ثم ماذا فعل؟ عفا وأصلح وصفح وسامح عليه الصلاة والسلام. إذن عباد الله، إذ نحذر من أهل الكفر والإلحاد والفجور والفساد، فذلك لمن طوت عليه قلوبهم من التربص بالمسلمين وما في قلوبهم من الأحقاد، كما أنه لا بد من تأكيد عقيدة الولاء والبراء. وإن قال أعداؤنا ما قالوا فنتولى المؤمنين ونتبرأ من الكافرين، هذه عقيدة الدين ليس لأحد أن يشكك فيها. عباد الله، لم يصل استغلال الشعوب في هذه الأزمنة بالتسلط عليهم وعلى أراضيهم، فتلك سياسة أكل عليها الدهر وشرب، وهي عملة قد نفقت في سوق الاستغلال، ولكن الذي صار يستغل به الشعوب والناس والأمم في هذا الزمان هو تغريب الأفكار وزرع الخلاف فيما بينهم وزعزعة ثوابتهم
وبذلك يظفر العدو بحاجته وينتهي لغايته. وها هي أيدي خفية تتحرك من هنا وهناك تنشر بالمسلمين أفكار الغرب غريبة وعقائد مريبة، فإذا تمكنت هذه العقائد من النفوس الضعيفة جاء دور تحريكها لإثارة القلاقل في بلد المسلمين حتى يتمكنوا من زعزعة أمره واستقراره. لذلك كان من اللازم على المسلمين أن يتفطنوا لما يحاك لهم من أعدائهم، ومن اللازم على الأولياء العناية بأولادهم بهذا الباب، وذلك بتقوية الثوابت في نفوسهم. وأول هذه الثوابت كما ذكرت أمر دينهم، فلنربي أولادنا على دين الله تعالى، دين الله الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولنتابع تعليمهم حتى لا ينحرفوا لا يملة ولا يسرة. فالانحراف في أمر الدين خطير، إذ ينتهي بصاحبه إما إلى كفر أو بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وكلاهما منقوط مذموم حذر الله منه. فقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ كما ينبغي ربط الأولاد بدينهم الحق وبعقيدة الإسلام رضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رسولا صلى الله عليه وسلم. ومما يقوي هذه الروابط ربط الأولاد بالمساجد ودور العلم وحلق تحفيظ القرآن ودرسه وتفسيره. إن مما يجب على الأولياء في ظل هذه التحديات ربط الناشئة بتاريخهم العريق الذي تغلغلت جذوره في أصول التاريخ من عهده الأول، فجمعهم ذلك التاريخ بأخوة دينية إيمانية مبناها على الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. لا عبرة بجنس ولا بعرق ولا بلون ولا خلقة ولا لهجة ولا طريقة، فربهم واحد ودينهم واحد ورسولهم واحد وقبلتهم واحدة. على هذا تجذرت أصول تاريخنا. إن أرادت أيدي الغدر أن تفرقنا، ولكن هيهات هيهات، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. أيها المسلمون اجعلوا أولادكم ذكورا وإناثا مرتبطين بالولاء التام والولاء الدائم لهذا الدين، حتى يرتكز فيهم قول القائل: عنقي قبل ديني، عنقي دون ديني، ونفسي دون قبل ديني. عززوا فيهم الولاء لأمتهم المسلمة، فلا شيء يضرهم لزعزعة أمنهم وتفريق جماعتهم وبلبلة صفوفهم. ربوا فيهم روح الدفاع عن بلدهم بكل ما أتوا، إذ هو بلد المسلم ما أكثر الدماء التي أريقت من أجل أن يسعد باستقلاله، يدين بدين الإسلام ولسانه لغة البيان. فما أكثر الدماء التي أريقت من أجل أن يسعد باستقلاله، يدين بدين الإسلام ولسانه لغة البيان، العربية الغراء. عباد الله، هذا الذي يلزم الأولياء أن يحرصوا عليه غاية الحرص، كذلك يلزم أولياء الأمور رؤساء وحكام ووزراء أن يسهروا على تنشيط ذلك وتمكينه في دور التعليم ومؤسسات التربية. فإن فعلوا بقيت للأمة هيبتها وحافظت على شخصيتها ودام وجودها، وإن لم يفعلوا فعل الدنيا السلام. ذابت هذه الأمة في الوجود وتفرقت شجر مذر، وتناهشتها أيدي الغدر والاستغلال شرقا وغربا كفرا وإلحادا. عباد الله، أبشروا واستبشروا وأملوا وارجوا الخير والفتح المبين في مستقبل هذه الأمة العظيمة وهذا الدين، فهي وإن كان يمر عليها زمن فتور وغفلة، لكن لا يصيبها العدم والزوال، بل هي باقية إلى يوم الدين. قال ذلك النبي الكريم
عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، لا تزال طائفة من أمتي، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ثم اعلموا عباد الله أنه مما يدني النصر، مما يدني إلينا النصر المبين، ويجعل علاماته تلوح في الأفق القريب، أن يتناول أهل الكفر نبينا عليه الصلاة والسلام بالقدح والسب والنيل من عرضه عليه الصلاة والسلام، وبالأمس القريب تجاسرت أيدي القذرة برسوم ساحرة، فلم يطل الزمان حتى أعلن صاحبها الإيمان، وكان تروج الإساءة فيها. قلت فبالأمس القريب. ثم اعلموا عباد الله أنه مما يدني النصر المبين ويجعل علاماته تلوح في الأفق القريب، أن يتناول أهل الكفر نبينا بالقدح والسب والنيل من عرضه عليه الصلاة والسلام، وبالأمس القريب تجاسرت أيدي القذرة برسوم ساخرة، فلم يطل الزمان حتى أعلن صاحبها الإيمان، وكانت تروج الإساءة لدين الإسلام ورسول الإسلام، فراح الكثير يقرأ عنه فأشرقت في قلوبهم بالإضاءة، فانطلقوا من رسوم ساخرة لينتهوا إلى نفوس بالإيمان عامرة. ولا عجب في ذلك عباد الله، فسيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام مليئة بأمثال ذلك. فما إن يريده أعداؤه بضير إلا كان أثره عليهم والخير له عليه الصلاة والسلام. فهذا ضماد بن ثعلبة كان يعرف النبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية، ثم خرج في الأرض وكان محبا للطب، فصار يتطبب. ولما قدم المدينة بعد زمن وسمع سفهاء أهل مكة يسبون النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون إنه مجنون، فقال ضماد آتيه لعله يشفى على يدي. فلما جاءه وخاطبه قال عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى أن أتم خطبة الحاجة. فقال ضماد: لم أعد علي ثالثة. ثم قال: لقد سمعت قول الكهنة والسحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، لقد بلغنا ناعوس البحر. قال: فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام، بل وبايع على إسلام قومه كلهم، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الطفيل بن عمرو الدوسي كذلك كان من الشعراء الفطاحلة، قدم مكة فحذرته قريش من النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: حذاري أن يسحرك بحديثه. فكان الطفيل إذا مر على النبي عليه الصلاة والسلام يخشى أن يسحره بكلامه، فيضع الكرسف في أذنيه، ثم تنبه يوما وقال: إن هذا والله للعجز، آتيه فأكلمه. فلما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام كلاما وقد مر عليه فقط، تبعه حتى دخل بيته
فقال ودخل بيته وأسلم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقال إني مطاع في قومي. فرجع إلى قومه ما لقيه واحد من قومه إلا قال له الطفيل أنا بريء منك وأنت بريء مني فإني على دين محمد. فما يمتلك الرجل إلا أن يقول يا طفيل ديني هو دينك. فأسلمت قبيلته وقومه رضوان الله عليهم. فما أثير والحوادث في السيرة الآخرة كثيرة فما أثير مؤخرا من رسوم وكلمات أو أهلام فيها النساء إثمها إنما هو عليهم وسيلين الله فيهم خيرا للإسلام والمسلمين. نسأل الله تعالى أن يعاملهم بما يستحقون. عباد الله ألا فتعلموا رحمكم الله أن الإسلام دين رحمة وسماحة وشريعة الرفق والسلامة. ليس من الدين نقض العهود ومخالفة المواثيق. فما كان من عهد بين المسلمين والكفار وجب علينا مراعاته والوفاء به. فما ترونه أو تسمعونه من تفجيرات وارتيالات في بلاد الكفار وهاهنا وهاهنا ثم يتبنى فعل ذلك من ينتسب إلى الإسلام فهذا الفعل ليس من فعل الإسلام وفاعلوه إما أنهم ليسوا من أهل الإسلام أو هم على منهج باطل مبتدع وفهم خاطئ لا بد أن يصحح لهم. فليس هذا الفعل بالصحيح أبدا. فالكافر نفي له بعهده ما وفى لنا بالعهد ونحترم ميثاقه ما أدى شروطه كما فعل عليه الصلاة والسلام. ومن باب الأولى عباد الله أنه لا تجوز هذه الاغتيالات والتفجيرات في دول المسلمين. لا يجوز تطبيع المسلمين ولا إدخال الفساد عليهم. فيجب علينا أن ننكر ونستنكر هذه الأعمال. عباد الله انظروا إلى حال كثير من إخواننا من دول المسلمة. دب فيهم النزاع وسرى فيهم الهلع والخوف وضج أهلها وشبت فيهم حروب وكثرت في عليهم الخطوب وذلك لأسباب كثيرة. والحاصل من ذلك أن نستفيد من حالهم. فاحرصوا عباد الله على أمن بلدكم وكونوا يدا واحدة في الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف. ومهما تعارضت المصالح الشخصية والحاجات النفسية ولكن لا على حساب أمن البلاد واستقرارها وتماسكها والتحامها. فمتى دار الأمر بزعزعة أمور ديننا وأصالة لغتنا واستقرار وطننا فالتزم الخلافات والتزم النزاعات والتنسى الأداوات ولا التفات إلى النزغات. فعندها يجب أن نري من أنفسنا المظهر الواحد والصف الواحد والهدف الواحد كلنا في قالب واحد صاره لنا علامة الجزائر. الإسلام ديننا والعربية لغتنا والجزائر وطننا. عباد الله وفي حين لا بد أن لا ننسى إخواننا في دول الإسلام بالإعانة بما نستطيع كل بحسبه من أجل أن تعود هذه البلاد إلى استقرارها وأمنها واجتماعها وتآلفها لأنها بذلك يقوم أمر دينها دين الإسلام. فليسعى كل بما يملك بنصيحة أو كلمة أو دعوة أو دعاء أو غير ذلك. عباد الله واجبنا جميعا عند وجود الشقاق بين الأشقاء من دول الإسلام النصيحة والسعي إلى الإصلاح والصلاح وإصلاح ذات البين والأخذ على يد من تجاوز الحد في أدب وحسن خلق. وأما عامة الناس فليكثروا من الدعاء لإصلاح ذات البين بين دول الإسلام. ولا يجوز لنا عباد الله أن نشيع الفتن وأن نزيد في نقلها ونشرها وبث تفاصيلها حتى يزداد الخرق وينتشع الشر، بل لندعو جميعا لهم بالاجتماع ونسعى في ذلك كل بحسبه. فمن لم يجد إلا أن يدعو دعا بدعاء صالح ليجمع الله شتات دول الإسلام. عباد الله يجب على حكام المسلمين أن يسوسوا رعيتهم بكتاب الله وسنة رسول الله ففي ذلك الخير كله في الدنيا والآخرة.
يجب عليهم أن يقيموا فيه في الأمة الصلاة والزكاة وشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فبذلك قوام ديننا ودنيانا. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولله عاقبة الأمور. عباد الله، هذا دينكم عظيم، فاستمسكوا به تفوزوا في الدنيا والآخرة. واعبدوا الله جل وعلا وحده لا شريك له، واحذروا من الشرك بأنواعه كدعاء غير الله أو التوسل بغير الله أو الذبح لغير الله أو الذبح على غير اسم الله، واحذروا الاستغاثة بغير الله والحلف بغير الله وغير ذلك من أنواع الشرك. ثم احرصوا رحمكم الله على تعاليم الإسلام من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبر بالوالدين وإكرام الضيف وإعطاء حق الجار واحترام العلماء والكبراء وأولياء الأمور ورحمة الصغير والضعيف وإعانة المنهوب ورعاية الأيتام والأرامل. احرصوا على كتاب الله، على إقامة كتاب الله والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لخير ما يحب ويرضى. ونختم كلمتنا هذه بنصيحة للنساء: فاحرصنا على عبادة الله وحده لا شريك له، واحذرنا من الشرك بأنواعه، واتقين الله في أمر السحر، واتقين الله في أمر السحر، واحرصنا على الصلاة والصدقة وطاعة الزوج، واحرصنا على الستر والعفة، واحرصنا على تربية الأولاد وخاصة البنات، لا تتساهلن في أمرهن لباسا وخروجا وتسترا، وخاصة ما يتعلق بحديثهن في الجوالات وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، ولتكن لكن عليهم رقابة إرشاد ونصح وإصلاح، ولا بد من فقدهم ولو في أوقات حرجة كآخر الليل ونحو ذلك، حتى تنصحن بناتكن وحتى ترشدنهن إلى الخير بإذن الله تعالى. ثم اعلموا عباد الله أن حق الله جل وعلا علينا دائم إلى أن تدركنا الوفاة، فليست العبادة في رمضان قالت فقط. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فرب الزمان واحد، رمضان وغير رمضان، وإن تفاضلت الأزمنة فأديموا طاعتكم واستقيموا لربكم ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى شرع لكم في يومكم هذا الفرح وتبادل التهاني والتوسيع على الأهل والعيال والأولاد بما شرع الله جل وعلا، ومما يشرع في رجوعك أن ترجع من غير الطريق الذي جئت به إظهار شعائر الإسلام ولتسلم على أكثر ما يمكن، وتشهد عليك الأرض بما مشيت عليها من طاعة. كما أنصح من فاتته صلاة العيد أن يعيد صلاتها ركعتين، يكبر تكبيرة الإحرام وبعدها يزيد سبعا، ويقرأ الفاتحة وسورة، والأفضل يقرأ سورة الأعلى، ثم في الركعة الثانية إذا قام كبر خمسا وقرأ الفاتحة وسورة الغاشية أو أخرى إذا كان لا يحفظ الغاشية، يصلي ركعتين كما نصلي في العيد. كما أيضا ننبه إلى سنة عزيزة كان يحث عليها النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رجع من العيد إلى بيته صلى ركعتين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا الصيام، وأن يتقبل منا القيام، وأن يجعلنا ممن صام وقام إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا ممن وافق ووفق ليلة القدر فتقبل منه بإذنه تبارك وتعالى. كما نسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين، ويخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين، وأن يجمع كلمة المسلمين، ويذم شملهم، ويجعلهم يدا واحدة على أعدائهم. أسأله تعالى أن يؤمننا في أوطاننا، وأن يؤمن سائر بلاد المسلمين، وأن يرد الأمن على سائر بلاد المسلمين بأرض الشام والعراق وليبيا واليمن وغيرها من أراضي المسلمين، وأن يرفع عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن،
وأن ينبههم ما يتفطروا لأرخضة الأعداء الذين يجعلون فيهم الأراجيف ويبثون فيهم التفرقة حتى ينتهي الأمر إلى الاقتتال فيما بينهم. نسأله تعالى أن يرفع عنهم ذلك وأن يجمعهم ويجعلهم يدا واحدة على دينه كتابا وسنة كما نسأله جل وعلا أن يوفقنا لكي ما يحب ويرضى، وكما وفقنا لطاعته في رمضان أن يثيبنا على ذلك ويثبتنا على العهد حتى نلقاه جل وعلا. تقبل الله منا ومنكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.